الموضوع هذا تترح مدة ويعني من سنوات، وقع في بوليميك كبير يعني من ناحية يعني خطورته على المستوى المعطيات الشخصية للأشخاص، والهيئة بيدها خذت موقف واضح من قبل. هو الإشكال في زوز إشكاليات. الإشكالية الأولى أنه أنت مش يعني شخص مش يولي يعني معطياته الشخصية وتحركاته كلها مسجلة، وهذا يعني ما يعد يعني تجاوز واختراق المعطيات الشخصية للأشخاص. وثاني حاجة هو إمكانية أن هذه المعطيات الشخصية أنه يقع البيراتاج متاعها وتحويلها، وهذا وقع في عديد البلدان دينا بها من قبل. هذه يعني حرم فلان هذه تتنحى من بطاقة التعريف، من كل حتى من الباسبور ومن كل المعطيات، لأن الزوجة هي بنفسها يعني هي عندها تاريخ وعندها لقب اسم إلى آخره. لكن في نفس الوقت يعني أطراف أخرى مش تولي تطلع حتى المعطيات الشخصية، يعرفوها مرت فلان ويعرفوها قديش عندها صغار ويعرفوها كذا، يعني معطياتها الشخصية تصبح أصلا ما عادش ملكها هي. إذا كان المعطى هذا يعتبر خارج إطار يعني البيومتري إلى آخره هو معطى محمود، أما إذا كان يدخل في إطار جواز السفر البيومتري وبطاقة التعريف البيومترية بتصبح يعني أن المعطيات الشخصية نفسها يعني في دائرة أخرى غير دائرة المسألة الشخصية للشخص سواء كان امرأة أو رجل. يعني تقبل يعني معظم الناس تخشاه، تقول أنه أنا ما نحبش يكون يطلع علي، مثلا أنه شخص يكون مهنته معينة، أنه حتى يقفل يعني أمام الأمن إلى آخره، يعني ثم تفريق، وهذا الناس اللي كانت خايفة منه إلى آخره. تبقى توه يعني المعطيات هي الكل ما عادش مخبية، ما يعني ما عادش مخبية، لا المهنة مخبية، لا اسم الزوج مخبية، لا حد شيء. يعني ثم جانبين من المسألة ما يجبش اعتبارهم خارج الاعتبار متاع البيومترية. أنا في اعتقادي أنه إذا كانت تبقى بطاقة التعريف بشكلها الحالي مش بالبيومتري هذا يعتبر معطى محمود، أما إذا كان يولي بكل شيء المعطيات الشخصية كلها موجودة، المعطيات تتخبى منين مش تتخبى؟